بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هقول لكم قصة جميلة جدا، يا ريت إن شاء الله تسمعوها للآخر وتتابعوني معاه، فهنلاقي فيها يعني فيها عبرة جميلة إن شاء الله ونستفيد كلنا. فتابعوني إن شاء الله واسمعوها، يا ريت تسمعوها للآخر. هي قصة حصان. جماعة، في حصان، وقع حصان أحد المزارعين في بئر مياه، وكان في بئر مياه عميقة جدا ولكنها جافة، يعني البئر جاف ولكنه هو البئر مفهوش مياه، بس هو عميق جدا. وأجهش الحيوان بالبكاء الشديد من الألم، ومن أثر السكوت استمر هكذا لعدة ساعات. يعني هو كان الحصان تعب جدا من الوقعة، فهو قعد يصرخ في الحفرة، ويعني قعد كذا ساعة وهي في الحفرة مش عارف صاحبه يطلعه ولا يعمل فيه أي حاجة. فالمهم استمر إلى هذه الحكاية حوالي 6 ساعات. المهم كان المزارع بيبحث وبيفكر كيف يستعيد الحصان، ولم يستغرق الأمر طويلا. اقتنع، قال لنفسه هو كده كده خلاص الحصان كبر وعجز، وانا مش وعشان اجيب حاجة تحمله وتطلعه فده هيستهلك مني فلوس، ده لا، ده انا اروح اشتري بقى حصان جديد احسن واسيبه. ففكر وقال ان التكلفة بتاعته هتبقى كتيرة، فالمهم يعني انا ايه اشتري حصان جديد وخلاص. الا ان كمان البئر كان جاف، فايه يعني المفروض يردموه عشان ما يحصلش فيه حد تاني يقع في الحفرة دي. المهم نادى المزارع جيرانه وطلب منهم مساعدته في ردم البئر عشان يحل المشكلتين في آن واحد، التخلص من البئر الجاف دوت ويدفن الحصان بالمرة. المهم في بادئ الأمر أدرك الحصان حقيقة ما يجري، حيث أخذ في الصهيل، يعني لقى إيه إن مفيش فايدة ومفيش حد راضي يطلعه، فقعد يصرخ الحصان للصهيل بصوت، طبعا بالصوت بتاعه بصوت عالي، وطلب النجدة. يعني هو كان بيطلب النجدة، من ان هو بيصرخ بيطلب النجدة. وبعد قليل من الوقت اندهش الجميع لانقطاع صوت الحصان، يعني هم بدأوا لما لقوا الحصان عمال يصرخ، وقال المزارع، قال للناس يعني جمع الناس وقال لهم يا جماعة احنا هندفن الحصان عشان هو كده كده مش هيطلع. فالمهم بدأوا يجيبوا النفايات ويجيبوا التراب وبدأوا ايه يرموا عليه، فالحصان كان كل ما يرموا عليه كان بيصرخ، وفجأة لقوا الحصان سكت مرة واحدة، فاندهشوا عايزين يعرفوا طب الحصان ده سكت ليه. المهم اندهش الجميع لانقطاع صوت الحصان فجأة، وبعد عدد قليل من الأتربة اللي هم كانوا بيرموها والجواريف داخل البئر، وقد صعق فعلا لما رآه. وجد ايه؟ وجد الحصان مشغول بهز ظهره كلما سقطت عليه الأتربة، فيرميها بدوره على الأرض ويرتفع هو بمقدار خطوة لأعلى. يعني تخيلوا معايا ان كل لما يرموا جاروف تراب او وساخة او اي حاجة من القاذورات اللي كانوا بيرموها عشان يدفنوا الحصان وفي نفس الوقت يردموا البئر، فكل ما هم يردموا حاجة كان يرتفع هو خطوة، يهزها من على ظهره ويرتفع بيها خطوة فيعلو. فاستمر هذا الحال، الكل يلقي الأوساخ إلى داخل البئر فتقطع فيقع فينفضها الحصان من على ظهره فتسقط على الأرض، حيث يرتفع خطوة بخطوة إلى أعلى. وبعد الفترة اللازمة لملء البئر اقترب الحصان من سطح الأرض. سبحان الله، يعني قفز قفزة فلقوه بره، يعني بعد ما هم رموا كل الأتربة عليه فكان بينفضها ويطلع خطوة لفوق خطوة لفوق خطوة لفوق لغاية ما قفز وبقى خارج الحفرة. ف يا جماعة دي ناخد منها عبرة جميلة جدا، يعني أي مشكلة بالمثل بقى بتلقي في الحياة وأوجعها وأثقلها كلها، مثل ما فعل الحصان. يعني لو انت فعلا رميت اوجاعك والاثقال والهمومك اللي انت شايفها وتنفضها عن نفسك، هتبقى عامل زي مثال برضو بالحصان.
يعني شوف هو قاسى قد ايه الحصان عشان كل حاجة. يعني فكر اي هم بيجي الانسان بيفكر ازاي يزيله، يعني شوف تفكير الحصان عمل ايه. فاحنا ممكن نعمل كده برضو، يعني اي هموم اي حاجة ننفضها عننا ونحاول نحل المشكلة بنفسنا، يعني نحاول نطلع من المشكلة، مش نغرق في بحر الهموم ونقعد نقول يا ريتنا وعملنا وسوينا. لا، احنا لازم نوجد حل للمشكلة، يعني ما ينفعش نستسلم. وشوفوا ما شاء الله، يعني الحصان ازاي ما استسلمش ان هو يموت او يدفن بهذه النهاية. لا، هو حاول كل ما يرموا عليه تراب كان حاول ينفضه لغاية ما طلع إلى بر الأمان. فإحنا إن شاء الله لازم نطلع برضه لبر الأمان، ننفض الهموم عن نفسنا. أي مشكلة تواجهنا نحاول نحلها بصبر واحتساب. وطبعا ما نقدرش، يعني الواحد لازم يستعين بالله سبحانه وتعالى وبعدين يحل أي مشكلة بإذن الله. وكل مشكلة يا جماعة ليها حل، مفيش مشكلة ملهاش حل، بس إحنا اللي إحنا بنتأخر على مستعجلين عايزين الحل بسرعة. فاستعينوا بالله، وأهم حاجة إن شاء الله تنفضوا عن نفسكم الهموم كلها يا رب، وتكونوا بأحسن خير يا رب وفي أحسن حال. وأتمنى لكم أنكم تكونوا استفدتم إن شاء الله من هذه القصة، لأن فيها عبرة جميلة جدا إن الواحد ما يقفش قدام أي مشكلة ويستسلم، لا، لازم يحلها بإذن الله. ولكم مني ألف سلام وألف تحية، مع نجلاء زيد. شكرا لكم.